مسلمون ويهود ومسيحيون تعايشوا واشتركوا ملحا وجوارا وفنا. الأنغام تعزف على أوتار الأندلسي والغرناطي والجناوي وأناشيد المتصوفة. الثقافة سفيرة التعب. في أمسية الفن والإبداع تكرم امرأة تحمل المدينة في شغاف قلبها. فهي مسقط الرأس ومهوى الروح. كاتيا برامي أزولاي امرأة من طينة النساء المثقفات لم تتخلف قط عن التعريف بتراث مدينة الرياح، تاريخها وتعدديتها وغناها المتفرد. لا غروند بيرسوناليتي، ولكن هي اللي كيزيد يكبرها في عينينا هي سون هوميليتي، سا جونتيس اي سا ديسكريسيون. C'est une femme qui est militante, qui est intellectuelle. هي مرأة و أم اللي نعطيوها كمثال. مهرجان روح الثقافات شب عوده وهو في سنته الأولى، بدأ كبيرا لا غروة، فهو سفير مدينة كانت دوما حضنا لأبنائها المسلمون واليهود.